اليوم السياق اللي جا فيه هذا الاحتجاج وهذه الوقفة الاحتجاجية اللي جاوا فيها الطلبة من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية من كافة ربوع المملكة، جاوا باش يحتجوا امتدادا للمسلسل النضالي الذي بدأته اللجنة منذ عقد من الزمن تقريبا، يعني بدينا في 2012 ثم 2015 16 19 ثم اليوم في 2022 جايين اليوم باش نطالبوا بتحسين جودة التكوين. يعني احنا الأولوية ديالنا هي تحسين ظروف طبيب، ظروف عيش الطالب الطبيب وظروف تكوينه يعني في المستشفيات العموميه. اليوم كنشاهدوا انه كنبغيو نبينوا للمواطن المغربي انه الحاله هي كارثيه، حاله كارثيه في المستشفيات الجامعيه، حاله كارثيه ومهوله في الكليات العموميه في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه. يعني اليوم ماشي معقول انه في هذا الاكتظاظ هذا وفي هذه الجوده التي المترديه كنلقاو انه مجموعه من القرارات تاتي بها الحكومه للرفع من الاعداد الوافدين دون ما دون دون مواكبه فيما يخص الجوده. يعني حنايا كنعانيو من نقص ديال الاراضي التدريبيه الشفائيه، كنعانيو من نقص الموارد البشريه، من نقص الاساتذه، وفي نفس الوقت كنزيدوا من عدد ديال الوافدين. حنا بالنسبه للمنطلق ديالنا كمواطنين مغاربه اولويتنا يعني حنا كطلبه الطب وطب الاسنان والصيدله اننا نبغيو الخير لبلادنا ونبغيو اطباء كثر يعني باش نسدوا الخصائص، ولكن هذا الخصائص اللي خاصو يتسد خاصو يكون اللي يسدوا يكونوا اطباء كف، صيادله كف، من اجل المجتمع المغربي. حنا من باب غيره ديالنا ومسؤوليتنا على المجتمع على الوطن ديالنا اللي كيخلينا اننا نطالبوا بتحسين جوده التكوين اولا عاد نشوفوا العدد ثانيا. يعني جوده التكوين هي الاساس في المهنه ديال الطب والمهنه ديال الصيدله بالمغرب. يعني حنايا اليوم كنا بدينا هذا المسلسل ديالنا في المكتب الوطني الجديد، يعني بديناه منذ اكتوبر الماضي، وكان هناك واحد نوع من التجاوب في فبراير من هذه السنه الجاريه، ولكن منذ فبراير كان هناك واحد التماطل والتسويف، يعني ما كناش شفنا بحاله. كانت عندنا اجتماع في يوم الاربعاء الماضي مع وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه، ولكن لم نجد اي ملموس. يعني جلسنا معهم اللي كيقدموه لنا هو نوع من الوعود الذي راينا مثلها في 2019، والتي اليوم فاش كنديروا التقييم ديالها كنلقاوها لم تتحقق الا بارقام يعني بنسب قليله. حنايا اليوم الاساس ديال النضال ديالنا واساس الاحتجاج ديالنا هو جوده التكوين الطبي وظروف عيش ديال الطالب اللي هي ملائمه. ماشي معقول اليوم انه طالب طبيب يعني باك بلس 5 6 وكيتخلص ب 21 درهم في النهار، اي 630 درهم في الشهر، وفي 630 درهم في الشهر كون غيشدها في الشهر ديالو، يعني التاخر بعض المرات كيفوت حتى 7 8 الاشهر في ظل الظروف الصعبه اللي كيعيشوا هاد الطلبه هادو.